هيك نبوا كل الاسر، مش اربعه خمسه فوش تلقى يعني اكثر من اسره كلمونا، يعني حتى العائله داخل بعضها بدون كناين وعزايم ما عندهمش، ولا تلقى المشاكل من بعض البنيات والولادات. علاش هذا؟ ساعدوا بعضكم، راهو البو والام حتى ما يدعوش بلسانهم، العروق يدعوا راه يردوا بالكم، ما تزعلوش والديكم، ما تجوش وقت المغرب تطلبوا في اشياء مستحيله وصعبه. وهذا اللي قاعد ما مشاش لامه وابوه، لوين ماشي انت وين تبي؟ ما تعرفش العمر امتى يوقف، مره تطلع انفسك ما ترداش. نقول لكم على قصه صارت امس سوق الجمعه. البلاغ اللي بلغونا الشباب قبل نهايه البرنامج انقطاع التيار الكهربائي في الترسانه. بلغنا به وعرفنا سبب انقطاع التيار في شركه تشتغل هذه قطعه الكابل نتاع الكهرباء. هرعوا الشباب نتاع شركه الكهرباء يصينوا في الكهرباء باش يبوا الناس تلحق على فطورهم في الضي، بارك الله فيهم. رئيس الفرقه قرب المغرب قال لهم انا دقيقتين نطق الحوش ونرجع نكمل خدمه. ما قعدش خمس دقائق حل الفطره نتاعها، اقعد تربح اقعد اقعد تربح. تو الشباب قالوا لهم لا انا عاهدتهم، كيف انا في نفطر والشباب انا رئيس نقعد في البيت؟ شوف الشعور بالله نتاع الراجل. مشي الحاكم غادي في سوق الجمعه. الفني قال لا خلاص يا رئيس انا كملت، قال لا 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 خلاص انا دوري نكمل. ياخذ يكمل يشد الكهرباء ينتقل لرحمه الله. اسمع عبد الحميد بوسين وعنده بنيه، الناس تشتغل وقت الفطور ووقت السحور للناس للمواطنين لهذا البلد، ربي ان شاء الله يتقبله برحمته. شفت الناس المخلصه ما هامش عليه يفطر ويخلي الفنيين اللي هو رئيسهم روحهم في الصندوق بتاع الكهرباء. شفت العمر هذا يؤدي في واجبه مات شهيد، ربي يتقبله ان شاء الله.